بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الأفاضل أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تلفزيون السودان نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجز الرابعة. اطلع نائب رئيس الجمهورية حسب محمد عبد الرحمن على أداء وزارة النفط وسير العمل في مناطق إنتاج النفط والعمليات الاستكشافية، وتعرف لدى اجتماعه مع وزير النفط المهندس مكاو محمد عوض، تعرف على الاتفاقية التي وقعت مع الشركات النفطية لدفع العمل في حقل الروات الواقع في ولايتي النيل الأبيض وجنوب كردفان، ووجه حسب بإدخال الحقل في منظومة الحقول المنتجة مما يسهم في زيادة إنتاج النفط بالبلاد.